قال مدير عام شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية فلاديمير كودريدسكي إن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية للطاقة في البلاد وصلت إلى مستوى غير مسبوق. وأضاف كودريدسكي أن مستويات الضرر غير مسبوقة بسبب تعرض جزء كبير من المنشآت والمواقع للتدمير والتلف، مؤكدا أن الأمر سيستغرق شهور إن لم يكن سنوات لاستعادة عمل شبكة الكهرباء الأوكرانية بالكامل، لافتة إلى تسجيل أضرار كبيرة في مرافق الطاقة ولا سيما في مقاطعتي نيكولايف وخاركيف وخيرسون. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مواصلة عملياتها العسكرية في منطقة دونيتسك التي تشهد معارك مع الجيش الأوكراني. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية شنت هجوما بريا على منشآت مرتبطة بالصناعات الدفاعية الأوكرانية منخرطة في صنع مسيرات هجومية لشن هجمات ضد روسيا. نفذنا هجمات على مدن أوكرانية عدة من بينها كييف في ليلة رأس السنة، استهدفت منشآت لصناعة المسيرات بهدف إحباط هجمات يجرى التخطيط لها ضد روسيا. كما شنت القوات الروسية هجوما جويا دقيقا بعيد المدى على منشآت للصناعات الدفاعية الأوكرانية المنخرطة في صنع مسيرات هجومية تستخدم لشن هجمات ضدنا، فيما نواصل عملياتنا العسكرية في دونيتسك. دعا بابا الفاتيكان البابا فرانسيس لتحقيق السلم في البلدان التي مزقتها الحروب ومن بينها أوكرانيا. وخلال كلمته لاستقبال العام الجديد، دعا البابا فرانسيس للصلاة من أجل ضحايا الحروب في كل مكان ممن يعانون من الفقر والبرد والظلام والخوف والعنف، كما حث الجميع على العمل من أجل تحقيق السلم وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي، مؤكدا على أهمية التحلي بالأمل. In altre regioni semina morte e distruzione.